بسم الله الرحمن الرحيم. عمل عظيم ويسير على من يسره الله تعالى لهذا العمل. كيف تكون أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة، ويكون نورك أعظم من نور الشمس بكثير كثير جدا. نور الشمس بالنسبة للناس اللي هقول هتكلم عليهم دلوقتي في الجنة لا يساوي شيئا، هيكون أعظم كثيرا من نوره في الجنة، هيكون أعظم كثير من نور الشمس، هيكون أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة. المبكرون إلى الجمعات هم أعظم الناس نورا يوم القيامة. روى سعيد بن منصور رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود، نزور هذا الحديث العظيم، عشان الناس اللي بتروح الجمعة متأخرة أو بتروح صلاة الجمعة قبل ما الإمام يطلع المنبر بساعة أو اتنين يعرف قد إيه بيخسر في النور في المنزلة في الجنة. باكروا في الغداة بالدنيا إلى الجمعات. كلمة الغداة معناها بعد صلاة الفجر، اسمها صلاة الغداة، يعني بعد ما تصلي الفجر. وده نهج الصحابة والتابعين، كانوا بيصلوا الفجر يروحوا البيت يغتسلوا، وبعد كده يروحوا الجامع. حتى مذهب الإمام أحمد إنه الساعة الأولى اللي احنا بنتكلم عليها دي بتبتدي بعد صلاة الفجر على طول. ممكن الرأي الأصح إن الساعة الأولى هي بتبتدي بعد شروق الشمس، يعني لازم تكون في الجامع في خلال 60 دقيقة من شروق الشمس. باكروا في الغداء، الغداء يعني في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، بالدنيا يعني في الدنيا قبل الآخرة، إلى الجمعات. فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكون الناس عنده في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعات. يعني الناس هتبقى في القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الجمعة على قدر ترواحهم إلى الجمعات. فاللي بيروح اللي بيصلي الفجر في الجامع وبعد كده يغتسل يرجع يغتسل البيت ويروح رايح على طول الجامع، ده هيكون أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة. وأقسم بالله العظيم إن نوره هيكون، عارفين الشمس اللي هي بتضيء الكرة الأرضية كلها، الشمس اللي حجمها قد حجم الكرة الأرضية كلها مليون و300 ألف مرة، لن تساوي مثقال ذرة بالنسبة للمبكر يوم الجمعة اللي بيقعد في الصف الأول. ولا عبرة باللي بيتأخر ويجي في الساعة الأخيرة قبل صلاة الجمعة بساعة ونص ساعة وبعدين يتخلل الصفوف ويروح قاعد في الصف الأول، لا، العبرة بالتبكير. فربنا هيدني الناس دول، ربنا سبحانه وتعالى هيجتمع بأوليائه في الجنة زي ما الناس بتقعد، هيقعد على كثيب من كفور. الكثيب من كفور ده عامل زي المنبر بتاع الإمام اللي بيقف عليه الإمام. ربنا هيقعد على كثيب من كفور زي ما كان الإمام بيقعد على المنبر، هيجتمع بأوليائه في الجنة زي ما الناس بتقعد في الجمعة تسمع الإمام، ويبتدي يتكلم عن الناس زي ما اتكلم معاكم دلوقتي. المبكرون إلى جمعات اللي بيقعدوا في الصف الأول بيصلوا الفجر ويروحوا على طول، هيبقوا في الصف الأول على منابر من نور قريبين جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتكلم معهم ويحظون بالشرف العظيم والمتعة والأخذ من هذا النور. ذلك ذكر ابن كثير عندما يعود هذا ولي الله سبحانه وتعالى إلى قصره، تقول له: والله لقد ازداد نورا وجمالا وبهاء، يصبح أجمل نوره، أكبر أقوى من الشمس بكثير، إن هو بياخد من النور ده. فشوفوا اللي بيروحش اللي بيضاء اللي ده، غير طبعا اللي المبكر اللي بيروح في الساعة الأولى بياخد بكل خطوة للمسجد قيام سنة وصيامه. وفي حديث ثاني كنت قلته بياخد 20 سنة في كل خطوة، صححه بعض العلماء، بياخد بكل خطوة ثواب 20 سنة عبادة. لذلك تصلي في أبعد مسجد، فياريت والله أنا من ساعة ما تدبرت هذه الأحاديث وأنا أواظب أصلي الفجر وأذهب إلى المسجد، في مصلية جنب المسجد حواليها سور، باخد على المصلية وقاعد، وبروح ألاقي ناس قاعدة، وفي ناس من متابعين القناة يفعلون ذلك الآن. فياريت عشان ما تندمش يوم القيامة على هذا الصواب العظيم، هتندم يوم القيامة على النور العظيم ده اللي انت ضيعته. فالناس اللي بتروح الجمعة متأخر بيروح الساعة 10 أو 11 الساعة الأخيرة اللي هي اللي بيروحها كأنه قدم بيضة أو كأنه قدم دجاجة، العبرة بأنك تروح الساعة الأولى اللي هي ثوابها بدنة أو بقرة، هي دي الساعة اللي تتحصل بها هذا الثواب العظيم، وتبقى أعظم نورا من الشمس، وتبقى أعظم الناس نورا في الجنة يوم القيامة.
وتتخيلوا بقى هتفضل إلى أبد الآبدين بنفس الطريقة دي في الجنة، كل جمعة في الجنة إلى أبد الآبدين، هتقابل المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، تقعد في الصف الأول وتتمتع وتاخد من النور وترجع وتفضل، والتاني اللي كان بيتأخر هيفضل إلى أبد الآبدين يقعد ورا بعيد، ويحرم من الكلام ويحرم من الأخذ من التمتع والنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى والأخذ من هذا النور، وبقى أقل نورا بكثير جدا. فليه؟ لأن إحنا هنعيش في الجنة مليارات السنين، مش هنعيش 50 سنة ولا 100 سنة، فدي حاجة هتفضل معاك لغاية أبد الآبدين. فإيه إيه لما تتك على نفسك 10 سنين ولا 20 سنة في حياتك عشان تتمتع مليارات السنين؟ فأنا هكتب لكم الحديث في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.